تداول المغردون السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موضوع تعدد الزوجات بهاشتاج كلمة اللي يتزوج ثانية، وتنوع مضمون التغريدات ما بين محذر من عواقب ذلك أو حتى مؤيد. نستعرض سويا مشاهدينا أبرز التغريدات التي حظيت باهتمام المتابعين حول هذا الموضوع. نبدأ من المغرد خالد حامد، كتب في تغريدته: تعوذ من الشيطان وعطنا الدراهم عشان نتزوج الأولى. زين، إن شاء الله يا رب بتتزوج خالد الأولى يا رب، ويبارك لك وتشوف عيالك إن شاء الله. أيضا المغرد خالد مبارك حذر الرجال من مضاعفة المسؤولية قائلا: أقول لبيني وبينك مبروك، واضرب كل شيء تشتريه في اثنين، ولا عاد أشوفك تشتكي من المصروف. زين، أيضا المغرد عبد الله الزبيدي فقد شجع الرجال على التعدد بطريقة ساخرة قائلا: على طول تزوج الثالثة، لا عشان تبرد قلب الأولى وترضى، قرصة أو قرصة خفيفة للثانية تعيش الثالثة بقلق من الرابعة وتجتهد عشان تسعدك. يا سلام، يعني تغريدتك عبد الله، أنا ما أدري عاد أنت اليوم تدخل البيت ولا ما بتدخلك زوجتك البيت. أيضا بعيدا، تغريدة رابعة بنتناولها اليوم بعيد عن تناول الطريف، قال عبد الرحمن العبيد: احترام مشاعر شريك الحياة من أساسيات بناء علاقة زوجية متجددة ومستقرة، فبدونها تصبح كمن يبني قصرا من الرمال على شاطئ البحر. عموما طبعا أنا أعجبتني اليوم التغريدات، وخاصة أن أكثرها كان من الرجاجيل، وأهم شيء أن كان أكثرهم ما كانوا يشجعون كثير الزواج من ثانية. أنا أشكركم، أكيد أنا ما لي رأي في الموضوع، بس أشكركم أكيد على متابعتكم برنامج الوطن.